اقتربت رحلته في عالم الشهرة لما يقارب 30 عاما، أدهشنا من خلالها بقدراته العجيبة على تقمص عشرات الشخصيات، حتى قال عنه البعض بأنه الجوكر أو الحرباء أو حتى صاحب الألف وجه. لكن ما مدى معرفتكم بجوني ديب وحياته في الكواليس وخلف عدسات الكاميرا؟ وهل ستحبونه كما أحببتموه أمامها؟ إليكم في هذا الفيديو أسرار وحقائق عن الممثل الأمريكي جوني ديب. المعلومة الأولى، دعونا نبدأ مجموعة الحقائق بتكوين خلفية سريعة عن حياة أحد أعلى النجوم أجراً في هوليوود. اسمه الكامل جوني كريستوفر ديب الثاني، من مواليد 9 يونيو من عام 1963 في كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، أي أنه يبلغ من العمر 56 عاماً، وهو ينتمي إلى مواليد برج الجوزاء. والدته تدعى بيتي بالمر التي عملت كنادلة، أما والده فهو جون كريستوفر ديب ذا فيرست، فقد كان مهندسا مدنيا. وعلى الرغم من أن جون ولد في كنتاكي، إلا أنه اعتاد على التنقل بكثرة في مراحل طفولته، فقد اضطر لتغيير مكان سكنه لأكثر من 20 مرة حتى استقر به الحال في ميرامار بمدينة فلوريدا. المعلومة الثانية، بالعودة إلى عام 1994، عندما كانت شهرته حينها تملأ أرجاء هوليوود، بالرغم من أنه ما يزال في ريعان شبابه، تلك الفترة جمعته علاقة حب مع كيت موس، وكانا يقيمان معا في فندق مارك أوتيل بمدينة نيويورك. وفي إحدى الخلافات التي جرت بينهما، ترك كل من جوني وكيت غرفة الفندق في حالة مزرية من شدة الخراب الذي تعرضت له. وعندما وقف جوني للدفاع عن نفسه حول القضية، زعم بأن حيوان المدرع الذي تركه في خزانة الغرفة هو من قام بذلك. بالطبع لم يقم أحد بتصديق روايته، ولم تجد الشرطة أثرا لذلك الحيوان، مما اضطره لاحقا لدفع مبلغ $10,000 لتعويض الخسائر. المعلومة الثالثة، هل تعلم بأن ديب لديه جزيرته الخاصة من جزر الباهاما؟ نعم عزيزي المشاهد، اشترى جوني جزيرته الخاصة عام 2004، والتي قدر ثمنها $3,600,000، وأطلق عليها اسم ليتل هولز بوند كين، وأطلق على شاطئ الجزيرة الرئيس اسم زوجته السابقة فانيسا بارادايس. المعلومة الرابعة، هل يمكن لك أن تتخيل تاريخ السينما الأمريكية من دون اللمسات السحرية لجوني ديب؟ في الواقع هذا الأمر كان من الممكن أن يصبح حقيقة، لأن الحلم الذي راود جوني في نهاية مرحلة المراهقة هو أن يصبح روك ستار، فهو مولع بالموسيقى ويجيد العزف على الجيتار، كما إنه تلقى كل الدعم والتشجيع اللازم من أساتذته في المرحلة الثانوية، لكنه قرر دخول مجال التمثيل لأنه بدأ أكثر إغراء بالنسبة إليه. المعلومة الخامسة، من منا لم يقم بمشاهدة سلسلة أفلام الكابتن جاك سبارو؟ القرصان المرح وغريب الأطوار الذي نال إعجاب الجميع لم تنتهي قصته بمجرد انتهاء السلسلة، فقد قرر جوني أن يستغل حب الأطفال لتلك الشخصية ويدخل الفرح إلى قلوبهم، ولا سيما الأطفال المرضى والمصابين، فاعتاد على التنكر بزي الكابتن جاك والذهاب إلى المستشفيات للقيام بزيارات مفاجئة للأطفال المرضى بغية التخفيف من آلامهم. المعلومة السادسة، بعد وفاة الممثل الشهير صاحب شخصية الجوكر هيث ليدجر بشكل مفاجئ، وقبل الانتهاء من تصوير فيلمه الأخير، قرر القائمون على الفيلم أن يقوموا باستكمال بقية المشاهد، فوقع الاختيار على 3 ممثلين ليقوموا بأداء بقية المشاهد، وكان جوني ديب من بينهم. أما الأمر الذي يدفعنا لاحترامه هو أنه وهب جميع مستحقاته وعائداته من الفيلم لعائلة الممثل الراحل هيث ليدجر.
المعلومة السابعة: يحمل النجم الأمريكي 31 وشماً في أماكن متفرقة من جسده، وأغلبها يتموضع على عضلتي البايسبس، لكن أشهرها كان يحمل عبارة وينونا فوريفر تعبيراً عن حبه لخطيبته السابقة وينونا ريدر، لكنه قام بتعديله بعد أن أعلن كلاهما الطلاق بشكل رسمي، بحيث أصبح الوشم يقرأ وينو فوريفر، وهو الأمر ذاته الذي قام به مع التاتو الخاص بحبيبته السابقة أمبر هيرد، بحيث كان التاتو في البداية يقرأ سليم، وهو الاسم الذي كانت تلقب به، لكنه بعد الانفصال قام بتحويله إلى سكام بمعنى حثالة. المعلومة الثامنة: حاله حال الجميع، يمتلك جوني بعض المخاوف الخاصة به، لكنه يخاف من شيء ما كنت لتتوقعه أبدا. حسنا، صرح جوني بأنه يخشى المهرجين وكل ما يتعلق بهم، فهو لا يرى منظر وجه المهرج بأنه يدعو إلى الضحك أو السرور، بل على العكس تماما، فقد قال بأن خوفه منهم لازمه منذ الصغر، وبأن هناك شيئا ما يتعلق بتلك المساحيق الغريبة والابتسامة، وهي التي تثير خوفه حقا. المعلومة التاسعة: إن أولى قصص الحب التي عرفت عن حياته هي قصة حبه لخبيرة المكياج لوري أليسون، التي كانت تكبره بأكثر من 5 سنوات، بحيث كان حينها في بداية 20 من عمره، ولم يكن بعد قد فكر في التمثيل، لكن لوري هي من كان لها الفضل في دخوله إلى هذا المجال بعد أن قامت بتعريفه على الممثل نيكولاس كيج الذي وضعه على الطريق الصحيح لعالم النجومية. تزوج ديب بلوري عام 1983، لكن الخلافات بينهما وقعت كثيرا ليتم الطلاق بينهما بعد أقل من 2 عامين. بعد ذلك بعدة سنوات وقع جوني في حب الممثلة وينونا رايدر بعد أن شاركته بطولة فيلم إدوارد سيزر هانس، وعلى الرغم من خطبته لها إلا أن علاقتهما لم تدم طويلا. وعاد ديب بعدها عارضة الأزياء الشهيرة كيت موس لمدة 4 سنوات، وكانت تلك هي أطول فترة استمر فيها بمواعدة فتاة دون أن يقدم على خطبتها. وصولا إلى العلاقة الرومانسية الأبرز في حياته الشخصية مع الممثلة فانيسا بارادي، حيث التقى بها لأول مرة عام 1998 في موقع تصوير فيلم نينث جيت، حيث أقدم على الزواج منها وأنجب منها لاحقا طفليه ليلي روز وجاك. استمرت علاقتهما 14 عاما قبل أن يعلنا الطلاق في عام 2012. أما علاقته الأخيرة التي أثارت الكثير من الجدل، فقد جمعته مع أمبر هيرد الممثلة التي تزوج منها في عام 2015 بعد أن وقع في حبها أثناء تصوير فيلم The Room Diary، لكن ذلك الزواج كان مليئا بالخلافات والقضايا الشائكة التي ما زالت آثارها حتى اليوم، حيث لم يدم زواجهما أكثر من 1 عام، ليبدأ بعدها مسلسل تبادل التهم، فقد اتهمت أمبر جوني بالقيام بضربها ورفعت قضية ضده، بينما اتهم جوني زوجته السابقة بخيانته مع إيلون ماسك بعد 1 شهر من زواجه بها. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.